النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Impulse Response and the Convolution Integral. بداية هنتكلم كده عن تعريف الـ Linear Time Invariant Systems. إيه معنى Linear System و Time Invariant System؟ Linear System is the one that acts linearly on inputs. بمعنى إن إحنا لو عندنا inputs عبارة عن السيجنال F1 of T and F2 of T، ولما دخلنا الانبوت الاولاني ده على السيستم فكان طلع اوتبوت عباره عن y1 of t، والانبوت الثاني اللي هو f2 of t لما دخلناه على السيستم طلع عن اوتبوت y2 of t. فاللينير سيستم لو احنا دخلنا له لينير كومباينيشن من التو انبوتس او جمعناهم على بعض، في الحاله دي هيطلع اوتبوت عباره عن السميشن الاوتبوت الاولاني y1 بلس الاوتبوت الثاني اللي هو y2. دي معنى linearity او linear system. تاني نقطة برضو بالنسبة للlinear system، لو احنا جينا خدنا الانبوت اللي هو f1 of t السيجنال f1 of t وضربناها في constant فتطلع عن output عبارة عن نفس الاوتبوت الاولاني اللي هو y1 of t مضروب في نفس الconstant. فلما system بيحقق two properties دول بيسمى بlinear system. فin other words لو احنا عندنا linear combination من الانبوتس، يعني ضربنا C1 في F1 plus C2 F2، فالسيستم اللي هي السيستم ده هيطلع عن output عبارة عن C1 في Y1 plus C2 Y2. إيه معنى time invariant system؟ time invariant system بمعنى إن إحنا لو عندنا input signal عبارة عن F of T ودخلناها على a system linear time invariant system وطلعت output عبارة عن signal Y of T، فبنقدر نقول ان السيستم ده linear time invariant لو احنا خدنا نفس السيجنال او نفس الانبوت ده بس عملنا له time delaying. بقى عندنا الانبوت عبارة عن f of t minus constant a، في الحالة دي الاوتبوت هيكون هيساوي نفس الاوتبوت الاولاني اللي هو y of t بس time delayed بنفس الconstant، يبقى عندنا y of t minus a. بمعنى ان احنا لو اخدنا الانبوت وعملنا له application at the current time في الوقت الحالي فيطلع عن output مثلاً y of t، لو جينا نفس الـ input ده وعملنا له application على نفس السيستم بس later in time، later in time يعني بعد شوية، أو دخلناه على السيستم بعد شوية later in time، بمعنى اللي هو mathematical اللي عبارة عن f of t minus a، فده بيطلع نفس الـ output الأولاني اللي هو الـ y of t minus a نتيجة اللي هو الـ delay of time. فده معنى linear time invariant system، ان احنا لما بنapply نفس الانبوت بس في time instance او في time مختلف بيطلع نفس الاوتبوت او نفس شكل الاوتبوت. ايه هو مفهوم الimpulse invariance اسمها الimpulse response لاي system او اي network؟ فنفترض ان احنا عندنا network بنرمزها بالبلوك دايجرام ده، وعندنا ان انبوت، ونفترض ان احنا حطينا ان انبوت عباره عن الامبرس فانكشن او الدلتا فانكشن. الاوتبوت اللي خارج من السيستم في الحاله دي او من النتورك في الحاله دي اللي هو الاتش اوف تي. اتش اوف تي هي الامبرس ريسبونس، بمعنى هي الاوتبوت للنتورك في حاله ان احنا دخلنا له ان امبرس او الدلتا فانكشن از ان انبوت. فالimpulse response of a network is the output of a network when the input is the delta function. فدايما بنرمز للinput output relationship عن طريق البلوك دايجرام اللي هو موجود دوت، فبنرمز السيستم بالبلوك دايجرام ده، وده هو الimpulse input او delta function، وده الoutput اللي هو في الحالة دي عبارة عن الimpulse response اللي هو الـ H of T، بنرمز له بالرمز H of T. طب لو جينا بصينا هنا على إيه أهمية الـ Impulse Response؟ نفترض إن إحنا عندنا أي network ليها الـ Impulse Response H of T، فنفترض إن إحنا دخلنا للسيستم ده أو الـ network دي الـ input عبارة عن U of T، وعايزين نشوف شكل الـ output Y of T هيبقى عامل إزاي. ففي البداية هنا الـ input signal U of T
اللي هي عبارة عن الدايجرام دوت سيجنال بالشكل ده، وليها قيم مختلفة U of 0, U and T1, U and T2, U and T3 and so on at different time instance. دي قيم الانبوت عند التايم values المختلفة. في البداية خالص بيدخل على الانبوت او على بيدخل على النتورك اول value اللي هي U of 0 اللي هي قيمة السيجنال عند التايم T equal 0. دي اول value بيشوفها السيستم او بتدخل على السيستم بيتعامل معاها. later in time هيبدأ يظهر new value اللي هي UT1 اللي هي قيمة الانبوت عند التايم T1. بعد كده later in time هيبدأ يظهر new value او تظهر هنا للسيجنال تدخل على السيستم اللي هي UT2. بعد شوية هيبدأ يظهر new value اللي هي UT3 and so on. ومنلاقي هنا ان الانبوتس او values of the input signal بتدخل على النتورك بالترتيب ده اللي هي U0, UT1, UT2, UT3, UT4 and so on. فده كأننا إيه؟ إن إحنا مش بندخل على الانبوت على السيستم بالترتيب ده، كأننا دخلين السيجنال in a reverse order بالشكل ده، كأننا عملنا mirror imaging للسيجنال around ال y-axis بحيث ان اول value هنا هتبقى U0 بعد كده U عند T1 U عند T2 and U عند T3 and so on. فهنا الانبوت values هتا السيجنال بتدخل على السيستم in a reverse order. فكأننا بنعمل reverse mathematically بقى ده بيكورسبوند ان احنا كأننا السيجنال دي بنعمل لها mirror imaging around the y-axis. هنلاحظ هنا ان هو داخله بترتيب reverse order وفي نفس الوقت كل شوية كل ما يظهر new value فبيحصل shifting للvalues to the right. الأول كان U0 هنا بعد كده اتشفت to the right بقى في UT1 بعدين شفتنا مرة تانية to the right بقى ظهر UT2 and so on. فكأن السيجنال اللي دخل على على السيستم أو النتورك اللي هي U of minus tau كل شوية بنعمل لها shifting to the right by the constant T أو كأننا بنعمل لها time delaying by t. فهنا هيبقى minus u of minus tau هنفتح هناخد التاو نحط مكانها قوس كده نحط فيه tau minus t shifting to the right فده هيدينا minus tau plus t. فدي عبارة عن السيجنال mirror imaging أو mirror imaged في نفس الوقت time shifted to the right by t. ففي الآخر هنا الأوتبوت هيبقى عبارة عن المالتيبليكيشن بتاع الإمبلس ريسبونس اللي هو h of t. في الأول هتتضرب في u of 0 at time t equal 0 بعد كده هتتضرب في يظهر الفاليو الجديدة اللي هي ut1 يبقى عندها two values هيتضربوا في h of t. وبعد كده لما يظهر الفاليو الجديدة ut2 يبقى عندنا three values هيحصل لهم مالتيبليكيشن بالترتيب ده مع الإمبلس ريسبونس and so on. فالأوتبوت في الحالة دي هيبقى عبارة عن حاصل ضرب المالتيبليكيشن بتاع الإمبلس ريسبونس في الإنبوت سيجنال اللي هي حصل لها ميرور إيميجينج. فبقى عندنا U of minus tau اللي هي represented graphically by the diagram ده، وهنا الـ T دي نتيجة الـ time shifting to the right اللي احنا اتكلمنا عليه، وبيظهر عندنا mathematically في النوتيشن هنا U of T minus tau. فدول يحصل لهم multiplication مع بعض، وبعد كده بنحسب الـ area of overlap عن طريق إن إحنا بنعمل integration بحاصل الضرب ده. فده في الحالة دي هيكون هو الـ output نتيجة أي input U of T داخل على system أو على network defined by impulse response اللي هو H of T. وبالتالي نقدر نقول هنا إنه linear time invariant systems can be completely characterized باستخدام their impulse response اللي هو الـ H of T. فبمعرفة الـ H of T للـ network أو للـ system linear time invariant system نقدر نحسب الـ output Y of T due to any input U of T. ده عن طريق اللي هو الـ integration اللي كلمنا عليه اللي هو حاصل ضرب integration اللي حاصل ضرب U T minus tau H of tau D tau.
ونكمل هنا فور من ماينس تاو من ماينس من الهي من الهي. هنلاحظ برضو الانتجريشن ده كوميوتيتيف، بمعنى احنا ممكن نكامل ده في ده او نكامل حاصل ضرب اليو اوف تاو في اتش اوف تي ماينس تاو دي تاو. كاننا هنا عملنا ميرور ايمج للامبلس ريسبونس، بعدين عملنا له شيفت انتو زي رايت باي تي، بعدين حسبنا حاصل الضرب، فالمفروض الاثنين ليهم نفس النتيجه. الانتجريشن ده معروف باسم الكونفوليوشن انتجرال، فالاوتبوت عباره عن الكونفوليوشن ما بين الانبوت و الامبلس ريسبونس اللي هو ديفايند باي الايكويشن دي او الايكويشن دي، اي منهم بيدوا نفس النتيجه. وبالتالي بمعرفه if we know the impulse response h of t of a linear time invariant system we can compute the response to any input u of t using either of these convolution integrals، اللي هي بتكون دايما denoted by ال notation ده اللي هي u of t convolved مع h of t اللي هي نفسها تساوي h of t convolved مع u of t. هنلاقي دايما ان الconvolution دوت بيكون specific linear time invariant systems، بمعنى نقدر نقول بس في حالة linear time invariant systems ان الاوتبوت هو الconvolution ما بين الانبوت والimpulse response للسيستم او linear time invariant system. طبعا هنا الجرافيكال evaluation of the convolution integral برضو اتكلمنا عليه المحاضرة قبل كده. احنا زي ما قلنا بنحسب اول حاجة خالص او بنستبدل اول حاجه ال t variable هنا بدمي variable اللي هو ال tau، بعد كده بنعمل folding او بنحسب الميرور ايمج لل u of tau او ال h of tau. احنا زي ما قلنا يبقى بنستخدم اي من التو فورمز بتاعت الكونفوليوشن انتجرال حوالين ال vertical axis عشان يبقى عندنا u of minus tau او h of minus tau، بعد كده نعمل time shifting او sliding للسيجنال اللي هي time shift اللي هي الميرور ايمج to the right by a distance تساوي الـ constant t علشان نحسب u of t minus tau أو h of t minus tau، وبعدين multiply الـ two functions اللي هما حاصل ضرب الـ u t minus tau h of tau لو احنا هنستخدم الـ notation ده أو u of tau h of t minus tau، وبعدين نحسب الـ integration for by varying t من ناقص من النهاية لمن النهاية. example على كده احنا عندنا هنا two signals، او نفترض ان عندنا ده السيجنال u of t هي الانبوت، عباره عن الديفرنس عباره عن rectangular bars محصوره هنا في الرينج من 0 ل 1، ودي نقدر نعملها representation عن طريق انها عباره عن two unit step functions مطروحين من بعض، واحده بادئه من عند الزيرو مطروح منها واحده ثانيه بادئه عند time t equals 1، وبالتالي هدينا rectangular bars في الرينج من 0 ل 1. و h of t عبارة عن impulse response لل linear time invariant system defined by the equations. نقدر نحسب ال convolution u of t convolved مع h of t. نحن نتبع الخطوات دي زي ما قلنا، أول حاجة بنحسب ال mirror image لل u of tau، عندنا u of minus tau، فهي كلها كانت في right hand side فكلها تبقى يحصل لها flipping أو around the vertical axis، تبقى كلها تظهر في negative أو في left hand side. بعد كده نبدأ نعمل shifting by t، يبقى عندنا u t minus tau، فهنشفت ال u of minus tau دي to the right by some value اللي هي t. اوكي، فبدل ما هي بدأ من هنا من عند الزيرو هتبدأ عند time t هنا، بعد كده نعمل multiplication دي حاصل ضرب ut minus tau by impulse response اللي هي h of tau for each value of t، وبعدين بنحسب الاريا اللي هي الاريا of overlap ما بين ال two signals دول عن طريق الانتجريشن من ناقص من النهاية لمن النهاية. في البداية خالص عند time t equal 0 اللي هي هنا كأن ما فيش لسه سلايدنج أو لسه ما عملناش شيفتنج، حاصل ضرب ال u of t minus tau مضروبة في ال h of tau، حاصل ضربهم ما فيش ما بينهم area of overlap ما بينهم، وبالتالي أو ما فيش intersection ما بينهم،
وبالتالي هنا الـ area of overlap ما بينهم تساوي 0 عند time t equal 0 وبالتالي الـ convolution ما بينهم عند time t equal 0 هيساوي 0. نيجي بعد كده في الـ range t ما بين الـ 0 والـ 1 فهنا الـ u of t minus tau هتظهر هنا وt هنا تقع في الـ range ما بين 0 إلى 1 هنلاحظ هنا هيكون في overlap ما بين الـ h of tau والـ ut minus tau فبنحسب الـ shaded area دي عن طريق الـ integration هنلاحظ هنا إن كل ما t بتتحرك ناحية الـ right hand side كل ما الـ shaded area دي عمالة تزيد لغاية لما بتوصل هنا للـ maximum area لما t تساوي 1 هنا اللي هو rectangular pulse كلها حصل لها shifting هنا فدي أكبر area of overlap ما بين الـ impulse response والـ input ut minus tau فباستخدام الـ convolution integral نقدر نحسب الـ area دي as a function of time إنها بتتغير مع الـ time t فهي عبارة عن الـ convolution ما بين الـ ut minus tau والـ h of tau الـ convolution integral ده هيساوي تكامل من ناقص من نهاية من نهاية هو نفسه بيقول إلى التكامل من 0 لـ t لأن الـ overlap هنا كله هيكون محصور في الـ range ما بين 0 لـ t لحاصل ضرب الـ two signals مع بعض فقيمة الـ unit step function أسفل input عبارة قيمته عبارة عن 1 وقيمة الـ impulse response هنعوض عنها بس هنا عملنا غيرنا الـ variable t حطينا مكانه tau وبعدين حاصل ضرب ده بده ونعمل integration ونعوض بحدود التكامل هنا فهيدينا هنا function time t وكل ما t بتزيد كل ما الـ area of overlap عمالة بتزيد أو قيمة الـ convolution عمال يزيد زي ما قلنا لغاية لما يوصل لماكسيم هنا عند t equals 1 نيجي بعد كده في الـ range في t ما بين 1 إلى 2 نلاحظ هنا إن الـ area of overlap ما بين impulse response والinput signal عمالة تقل كل ما شفت to the right لغاية لما الشفتنج to the right هنا هيوصل لي لغاية لما t equals 2 فده معناه ان u t minus tau هنا هتتشفت لغاية لما t equals 2 فعند اللحظة دي هيبدأ يكون في zero overlap ما بين impulse response وال u t minus tau وبالتالي ال convolution integral هنا هيساوي 0 فنقدر نحسب الـ convolution integral برضو عن طريق الـ integration ده من ناقص من النهاية من النهاية واللي هو بيقول إلى الـ area الـ shaded area دي اللي هي محصورة في الـ range ما بين t minus 1 إلى 1 ونعوض هنا بقيمة الـ ut minus tau قيمتها بواحد والـ impulse response قيمته بـ minus tau plus 1 هيدينا الـ integration ده ونعوض بحدود التكامل دي هدينا quadratic function في time بالشكل ده نلاقي إن هو عبارة عن function في time t وبيقل لغاية بيفضل يقل لغاية لما t اللحظة اللي فيها t تساوي 2 فهو المفروض إن هو عند t equals 2 هيوصل لي 0 لو جينا بصينا على شكل الـ convolution للـ impulse response مع الـ input for time t ما بين 0 و 2 هنلاقي إن هو في البداية خالص قيمته بـ 0 عند time t equal 0 بعد كده بي increase الـ convolution أو الـ output according to الـ equation according to الـ formula دي أو اللي هي t minus t square على 2 لغاية لما يوصل لـ maximum عند t equals 1 بعد كده يبدأ يقل تاني تدريجيا according to الـ formula دي لغاية لما يوصل هنا لـ 0 عند t equals 2 اتكلمنا عن الـ convolution integral وأهميته اللي هو عن طريق نقدر نحسب الـ output نتيجة أي input بندخله على linear time invariant system نحن نعمل integration ما بين أو بنعمل convolution ما بين الـ input signal والـ impulse response للـ signal للـ system اللي هي الـ impulse response دي بتقدر to completely define أو characterize linear time invariant system
نتكلم برضو شوية عن linear time invariant systems والمفهوم بتاع transfer function. فإحنا لو عندنا linear differential equation بالشكل ده، فlinear differential equation دي اللي هي constant coefficients بتمثل linear time invariant system. فالy هي output system والinput هو u، والcoefficients دول هما الparameters of the system أو linear system، بيكونوا constant coefficients. والسيستم ده بيكون time invariant لأنه البارامترز بتاعته بتكون constant أو ثابتة مع التايم. معنى إن إحنا دخلنا الانبوت an input u إلى السيستم بيطلع الاوتبوت y. لو جينا دخلنا نفس الانبوت ده later in time، يعني في لحظة تانية أو في time instant مختلفة، هنلاقيه برضو بيطلع نفس الاوتبوت y. عشان كده بيسمى linear time invariant system، ده نتيجة الـ parameters of the system are not changing over time، وبالتالي an input now will give the same output as the same input as the same input later. اللي احنا بعد كده كلمنا عليها mathematically ان هو لو عندنا input shifted في time هيدينا نفس الـ output بس shifted في time. ده الـ mathematical اللي هو الـ mathematical notation للتعريف بتاع الـ time invariant system. هو مفهومه فيزيكالي ان هو نفس الانبوت لو دخلناه في لحظه تانية او later in time هيطلع نفس الاوتبوت، لان السيستم ده time invariant او غير متغير مع التايم. اللابلاس ترانسفورم زي ما اتكلمنا قبل كده اهميته ان هو بيقدر analyze linear time invariant systems، او نقدر analyze بيه linear differential equation دي اللي هو بيحولها الى algebraic form. فلو طبقنا اللابلاس ترانسفورميشن على linear differential equation ديت واستخدمنا الـ properties بتاعت Laplace transformation اللي هي بتاعت الـ time بتاعت الـ differentiation أو time differentiation، نقدر نقول هنا إن هيبقى عندنا نحول الـ equation دي بنحسب Laplace transformation من ناحيتين، واعتبرنا عندنا zero initial conditions، فاعتبرنا u node بزيرو u dash node بزيرو and so on. فهدينا الإيكويشن ديت. لو جينا حطينا كل الـ y of s في ناحية والـ u of s في ناحية وعملنا قسمنا الـ y of s أو الـ output Laplace transformation الـ output على Laplace transformation الـ input، يبقى عندنا الـ ratio ديت أو الـ function دي اللي هي معروفة بـ system transfer function. فإحنا برضو بنقدر نعمل characterization للـ system بتاعنا linear time invariant system عن طريق impulse response او عن طريق برضو system transfer function، هي عبارة عن ratio ما بين Laplace transformation الـ output مقسومة على Laplace transformation الـ input.